يا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج تاء التعنيد. يا هلا ومرحبا رندا، كيفك؟ أهلين يا سالي، كيفك اليوم؟ تمام. شوفي مبسوطة. أهلا سالي، ويا مرحبا مشاهدينا الكرام. اليوم طبعا بنتطرق لجانب جديد، هو الفن التشكيلي والتصوير كمان، وكيف الفن التشكيلي بيرسم جوانب حياة المرأة. فاليوم حنتعرف على الفنون التشكيلية من منظور محلي وعربي، وكيف أن هذه الفنون وسيلة للتعبير عن شتى الأمور في حياة الفنان الذي يمتهن هذه المهنة، مهنة الرسم وغيره، مثل التقاط صور فوتوغرافية وغيرها من الفنون. صحيح، خلونا مشاهدينا كذا نطلع في ساعة ونرجع مرة ثانية نشوف إيش معنا اليوم. الفنون التشكيلية والتصويرية ترسم ملامح المرأة. كيف يمكن للفن التعبير عن هوية المرأة والتأثير في تشكيل وجدانها؟ التحديات التي تواجه النساء في مجال الفن التشكيلي. طبعا شفنا ايش بنشوف اليوم، بتكون ان شاء الله حلقة حلوة وكذا، كلها جمال والوان وفن وكمان صوت حلو وبنعرف قريبا. والفن فعليا سواء كان نحت زي ما قلنا، رسم، تصوير، غناء، هو يمثل لغة تعبيرية قوية وخاصة للمرأة. صح، يعني الفنان يا رندا يعبر عن مشاعره، عن افكاره، عن معتقداته، ويظهر هذا الجمال والتعقيدات يعني في عن طريق مثلا قلم، عن طريق ريشة، عن طريق الفن التشكيلي. صحيح. واليوم كمان بنتعرف كيف يمكن للفنان الفنانة التشكيلية او التصويرة ان ترسم ملامح المرأة وترسم ملامح المجتمع يا جماعة والعالم، مش بس نفسها يعني. رندا فرحان اليوم. ايوه مبسوطه، شوف كانها فيها كده يعني ايش وشاس وقلوب. ايوه طبعا اليوم حتكون ضيفه حلقتنا ضيفه مختلفه وفنانه تشكيليه وروائيه ايضا. طبعا معنا الاستاذه رضوى العوضي. اهلا وسهلا. اهلا مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده بجد. وايه الجمال ده وايه الالوان الحلوه دي؟ لوحات جميله قدامي، لوحات تشكيلي بجدك مشكله. انا شايفه لوحات جميله قدامي حبيبتي. طبعا يعني اولا احنا نتكلم عن الفن التشكيلي، فنلاحظ مثلا ان الرجل دائما في رسوماته يظهر يظهر المراه، يعني في رسوماته بمظهر المراه الحالمه الجميله، بينما المرأة في رسوماتها تظهر بصاحبة الرسالة وصاحبة القضية. فكيف الفن التشكيلي يعبر عن كل هذا؟ بصي كلامك عجبني قوي، يعني خصوصا ان انت لما بتيجي توصفي طريقة رسم الرجل او المرأة، او الرجل بيتجه لايه والمرأة بتتجه لايه، فانت قلتي حاجة مهمة جدا، ان الرجل بيرسم المرأة الخيالية اللي بيبقى نفسه يتمناها، فتاة احلامه بالضبط. حتى لو كانت سيده كبيره وامه، بيرسم المواطن الجمال اللي هو بيتمناها في المراه. المراه لما بتيجي بترسم، المراه بتعبر عن ما بداخلها، فعشان كده هتلاقي معظم لوحات المراه هي لوحات تعبيريه جدا وكلها احساس اكتر من تفاصيل. ممكن الراجل يركز اكتر على التفاصيل، لكن المراه بتروح ناحيه الروح اكتر. فده الفرق ما بين المراه والرجل في ترجمه الفن التشكيلي على لوحات، خصوصا لو هيرسم امراه. يمكن عشان كذا كان من الضروري انه تظهر رسامات على مر التاريخ، لانه الرجل دائما بيرسم المراه من منظوره ومن زاويته المعينه. فظهور فنانات ورسامات تشكيليات خلت العالم كله يشوف المرأة من زاوية أخرى. بالضبط، المرأة اللي تعبر عن قضايا مهمة وجوهرية في حياتها. أصبح كمان الفن التشكيلي زي ما قلتهم بيعبر عن قضايا جدا مهمة، يعني في كثير جداً من الفنانات تشكيلي، وأنت واحدة منهم يا رضواء، حقكم الرسم، وفي كمان بيعملوا نحت، حتى الغناء لو منظيف، التصوير بيركزوا على قضايا جدا مهمة، زواج القاصرات، الحرب، يعني مثلا زي في اليمن إذا بنركز شوية بس رضواء على اليمن، مثلا في عام 2011 بدأت رسم التشكيلي على الجداريات وعلى أكثر من أماكن، وكانوا فعليا بيعبروا عن معاناة المرأة وإيش اللي هي تشعر يعني. صحيح جدا، فهذا شيء جميل الصراحة. أنا معاكي جدا في الموضوع ده، وخليني برضو نركز في المرأة اليمنية والمرأة العربية بشكل عام. حلو. مش المصرية واليمنية والفلسطينية والسورية، المرأة العربية والمرأة اليمنية لا تقل أبدا أهمية وإبداع عن المرأة المصرية والمرأة العربية. صحيح. وعايزة أقول لك على حاجة، أنا دايما بشوف إن المرأة
اللي بتعيش في تحديات وبتعيش في ظروف قاسية وبتطلع أكتر إبداعا من أي شخصية صحيح. أخرى. لأنها بتعبر. لأن هي بتعبر وتؤثر وبتتأثر. صح. هي لما بتتأثر ما بتبقاش عايزة عشان اتأثرت تترجم مشاعرها، لا بتبقى عايزة انها تترجم مشاعر وتعبر وتشارك في جزء من حل الأزمة اللي هي عاشتها في يوم من الأيام. طبعا احنا خلال هذا الكلام بنشوف الآن بعض الصور لبعض الجداريات في مدينة صنعاء. هي بدأت هذه طبعا المبادرة عن طريق واحد اسمه مراد سباع، وكانت معها أخته هيفاء سباع، وكان في معهم شباب وبنات كثير، وبدأوا طبعا يا رضوى الرسم في 2012 صحيح. وانتقلت بعدين لعدن عن طريق منال الشيباني وعلى روبل في 2015. لما تجي تشوفي فعليا الرسم اللي بيرسموه على الجداريات بيعبروا عن حاجات جدا كبيرة طبعاً. وعن معاناة وعن شتات، يعني في بعض الرسوم كنت بتشوفي شتات، هو فعليا شتات الحرب. هيفاء سباع طبعا عملت مبادرة جدا حلوة يا رضوى في عدن، ورسمت وهي حامل الله، وتكلمت عن معاناة المرأة الحامل الله. وكيف وكيف يعني قدرت انها تقضي هذه الاوقات او تقضي هذا الحرب، واثرت في ازمتها ايوه واثرت وكانت مساعدة جدا في الجبهات للرجال. صحيح صحيح. شيء رائع ومعبر جدا. خلي بالك انا بسميها صرخات ملونة الله. يعني صرخات بالالوان. انت ممكن الله. اي احساس من جواكي تترجميه، وخصوصا بقى لما ترسمي على الجدران. انا عايز اقول لك النقطة دي علاج نفسي رهيب. انا بنتي صغننه لما كانت صغيره كده وكنت الاقيها بتشخبط على الحيط بالالوان، تخيلي انا ما كنتش بمنعها لاني كنت بحس ان هي عايزه تعبر عن حاجه معينه فبترسم في على الحيطه او بتشخبط على الحيطه. ما ينفعش تزعقي لها وتقولي لها لا هاتي ورقه وقلم وارسمي، لا لازم تعبري. فدايما في ظل الحروب وفي ظل التحديات اللي الدول العربيه متنفس يعتبر متنفس رهيب ومترجم للحال بشكل مؤرخ كمان. أيوة. شيء مؤرخ كمان. حتى في بعض الدكاتره النفسيين بيستخدموا هذا النوع طبعا. عشان يعرفوا في فن اسمه فن المنداله تقريبا صح. كان لهذا من الفن اللي يعتبر يعمل لك ريلاكسيشن شوي زي المديتيشن كده. ايوه زي المديتيشن. فالفن يعني نحن نشوف الفن انه مش رفاهيه وانما هو شيء اساسي زي الاكل زي الشرب. فبالنسبه لليمن ربما نحن شويه اليوم حنضطر كل شويه نرجعش لليمن. اليمن جميله وسيدتها فعليا. الفن تشكيلي وسيله للتعبير عن المرأة. ظهر اول اتحاد عندنا في 72 كان هذا الاتحاد. ربما كانوا اكثر رواده درسوا في اماكن مثل روسيا الاتحاد السوفيتي. فجاءت رسوماتهم ربما في البدايه كانت هذه الرسومات منوعه نوعا ما. في ظل الحرب اصبحت الرسومات اكثر شيء تعبر عن الرغبه في السلام، الرغبه في الحريه، قضايا المراه. فجاءت كثير يعني معبره من الاشياء اللي بصوا انا فخوره بالمراه اليمنيه حقيقي. لان المراه اليمنيه هي امراه قويه جدا وفي نفس الوقت هي مبدعه. والمراه اللي بتعرف تخرج من الازمه او من الصعب او من اي فشل في الحياه ومن اي حرب وترجم ده لشيء جميل وشيء سوي تقدر تعالج بيه اجيال فيما بعد. صحيح. انا بشوف دي امراه قويه خصوصا لما بتبقى واصله لفكره السلام النفسي انها تقدر تترجم مشاعر او مشاهد دم ومشاهد قتل ومشاهد حتى تطرف ومشاهد، وانها تترجم ده علشان توصل رساله ما احساس ما خوف بقى انكسار حسيتي كلها بتبقى غلبه وبتعلم في مجتمع بقى. زي المجتمع اليمني صحيح يعني صحيح. فهذا يعتبر بصراحه تحدي كبير. تحدي كبير تحدي كبير جدا. لا شوفي المجتمع اليمني يعني في فئه كبيره منه متذوقه للفن وتحب الفن على الرغم حتى انه يكون احيانا الوعي عندهم قليل، بس محبين جدا للفن. حتى لو لاحظ انه الفنانين اليمنيين مرتبطين ارتباط وثيق بانهم يرسمون مثلا الطبيعه اليمنيه طبيعة. العادات والتقاليد. يعني الرجل اليمني يفخر دائما بالفن ويعبر عن فخره بترجمته مثلا لهذا الفن وتقديره. طبعا الان بنعرض بعض رسومات جميلتنا رضوى. والحلو فيك يا رضوى انه رسوماتك دائما بتعبر عن المرأة. وانت طبعا مناصرة عظيمة للمرأة، وانا لو قدر اوقف الان واحييك يا رضوى ما بقصرش. ما قصرتش بموضوع ده. طب ممكن تكلمينا عن يعني نوع الرسم اللي ترسمينه شوي. كلمينا عن رسومتك، نوع الرسم، الالوان اللي تميلين لها، كيف تخرج الرسمة؟
بصي انا بحب قوي نوع اللوحات التعبيريه يعني بحب الرسم التعبيري اللي هو الرسم اللي ما يوضحش تفاصيل وانت تشوفي تقولي لا دي شبه حد لا دي مش انا ما بحبش ده انا مش مياله للاصل والصوره أيوة. انا مياله للروح اكتر يعني بحس قوي ان اللوحات التعبيريه لما بعمل معارض مثلا فن تشكيلي ولاقي صاحباتي سيدات وامهات أيوة. وزوجات ومطلقات ويعني كل شرائح المجتمع من فئه المراه يعني تقف قدام لوحه وهي مش شبهها مفيش تفاصيل في شكلها وتحس ان اللوحه دي شبهها ده بالنسبه لي ترجم يعني ترجم وصلت بقى انا وصلت اللي انا كنت حابه بالظبط صح انا وصلت لمرحله هل مثلا اللوحات احيانا الواحد بيفسرها بطريقه ثانيه ممكن يشوف لوحه افسرها على حسب الحاله حاله معينه تشوفها رندا تفسرها على حسب حاله ثانيه يعني انا في كتير قوي من البنات وقفوا قدام لوحات كل واحده شافت نفسها في لوحه مش عشان شكلها لان انا ما برسمش رسم تفصيلي عشان روحها وعشان مودها في وقت معين في الحاله اللي هي عايشاها بدلوها بالظبط كده بالظبط فانا مياله لده قوي وكمان الرسم التشكيلي يعني في علاقه وطيده جدا بقضايا المراه قوي قوي جدا على فكرة الرسم التشكيلي أنا بشوف الفن حينما خلق الفن خلق للطبيعة وللمرأة الله. يعني أنا بشوف أنا الحلقة دي كلها بجزق الله لا والله بجد هقول لك على حاجة يمكن سالي قالت حاجة مهمة قوي قالت إن ليه الرجل اليمني يذوق لأن هو بيميل للطبيعة وهو عايش في دولة طبيعتها خلابة وجميلة وجذابة فاستحالة هو يخرج من مشهد جميل لمشهد عبس أو يعرف يعيش في مشهد عبسي أو مخرب أو في دمار فتلاقيه دايما بيروح ناحيه الجمال فالجمال من الطبيعه هي ليها علاقه بالمراه يعني المراه جميله مخلوق جميل ربنا خلقها من اجمل مخلوقات الدنيا كل الرجال الطبيعه يا رندا صحيح لانها مياله للطبيعه اكتر ويحبوا يرسموا الست الطبيعيه ما بيحبش يرسموا الست المصطنعه بالضبط. ايوه مش هتلاقي راجل بيرسم حد مصطنع صحيح. البراءه هذه الفكره جاتني اليوم للفنانين التشكيليين اللي مثل أيوة. الردفان المتعمدين زي ما بقول دايما وراء كل رجل عظيم امراه او ده المعتاد وراء كل امراه مبدعه وعظيمه وحساسه وصادقه وكل حاجه جميله في المراه هتلاقي وراها رجل صحيح خلي بالك طيب عشان احنا الصراحه مدحنا الرجال كتير يا رضوى مش عارف مش عارف فاصل هنطلع فاصل عشان بدي اشوف يا رضوى شو بحكي القلم طار لا 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 في رجال كويس أكيد يعني النصف الآخر حاجة على الرجال والطاقم كله رجال النصف الآخر ما ينفعش يعني خلونا نطلع بس فاصل بسرعة ونرجع الحمد لله عرفنا يا جماعه لوم الموضوع ورجعنا سلامه الله وحفظه بعد الفاصل النساء بيلعبوا دور مهم جدا في مجال الفنون التشكيليه والتصوير من خلال الرسم النحت التصوير الفوتوغرافي وتعبر المراه عن تجاربها ومشاعرها بهذه الفنون صحيح يا رندا يعني نشوف انه الفن ممكن نوصفه بانه عباره عن نافذه للعالم الداخلي للمراه يعني المراه كانه في عالم كامل بجواتها داخلها تقدر المرأة تعبر عن هويتها تعبر عن تجاربها تعبر عن مشاعرها تقدر تفرغ حتى في يعني طاقتها عن طريق الرسم وعن طريق الفن صحيح وعشان كده احنا بالآن بنعرف كيف يمكن للفن التعبير عن هوية المرأة والتأثير في تشكيل وجدانها فخلونا كده نشوف هذا الفيديو اللي بيحكي قصة الفنانة التشكيلية باسكيل الهمداني وكيف تجاوزت الصعاب وإشكالية الحرب مختصر الحكاية ما بين 200 رسمة و 120 معرض شاركت فيه خلونا نشوف الفيديو هذا ونرجع لكم كانت بداية مشواري الفني عندما كنت عمري 6 سنوات كنت أتابع المسلسلات الكرتونية أحب تقليد الرسومات وخاصة المسلسلات اللي أحبهم بديت أرسم أظهر موهبتي في المدرسة ووصلت للصف الرابع أو الخامس ظهرت موهبتي يعني بقوة داخل المدرسة وحاولت أشارك في الأنشطة المدرسية
انطلقت على مستوى المدارس، ثم انطلقت من بعد المدارس إلى مستوى المحافظات. فبعد ما انطلقت على مستوى المحافظات حاولت أن أظهر موهبتي على الخارجية. حطوا من هذا الفيديو كله انه الرسام دائما يرسم وله هدف وراء رسمته. فمثلا زي باسكال كانت عبرت عن معاناة تكللت ربما او خلق من رحم هذه المعاناة خلق فن وابداع. صحيح. فكل فنان حيعبر عن ما بداخله سواء كان عن طريق الرسم، عن طريق التصوير، عن طريق النحت. فالفن زي المتنفس اللي نتعالج فيه كلنا عشان ننزل من جديد، يعني براند نيو كأنه ما فيش حاجة حصلت. صحيح. أنا مبسوطة جدا. يعني بصوا الجمال قد إيه واحدة ممكن تكون اتأثرت بأحداث ومشاهد حرب ومشاهد عنف ومشاهد خوف، وعرفت إنها تقدر تترجم الله. ده في ظل ما هي عايشة الإحساس ده. صحيح. تخيلي أنت خايفة وبترسمي، تخيلي دلوقتي أنت حاسة برعب في مكان ما وماسكة ريشة وبتسمي، هتطلعي إيه؟ هتطلعي أصدق إحساس ممكن تشوفيه. صحيح. وأصدق رسالة نفسك فيها. بالضبط. يعني دي قمة الصدق. عشان كده دايما بقول الفن المبدع والجمال المبدع هو الجمال الصادق، ملوش أي علاقة بالأتزيف. المرأة وإيش اللي بتحسه بالصدق، والمرأة هي بصراحة تزيف. بصوا رغم الإحساس الضعف وإحساس القهر وإحساس الخوف والكلام ده كله، بتخلقي امرأة قوية عشان بتعرف فنانة. تعبر عن نفسها عشان افضل من الرجل يا رضوى. افضل لا قوية. هو الرجل طبيعي. لا أكيد. الرجل طبيعي قوي. يعني هو رجل ربنا خلقه مخلوق قوي، كبنية قوية. صحيح. لكن الست لما بتتغلب على طبيعتها الرقيقة وانها تستمد قوتها وتستمد القوه من 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 حاجات، يعني حاجات في منتهى الابداع وفي منتهى الصدق انها تطلع. صحيح. فده مثال سوي جدا. فمثلا مثل رضوى، رضوى لماذا ترسم؟ يعني هقول لك ومش هتكسف. انا ما كنتش برسم قبل كده، مع ان والدي فنان تشكيلي وبنوتي موهوبه جدا فنيا. بس انا رسمت لما كنت في مود ما واحساس ما خلاني ارسم. وهقول لك ايه هو المود. احداث كورونا، احداث فيروس كورونا. يمكن اول معرض عملته التضييق اللي حصل. برافو عليك. انا كنت عندي احاسيس في الوقت ده. طبعا احنا كلنا كنا قاعدين في بيوتنا. صح. في حظر، في ما بنمشيش في الشوارع، ما بنشوفش ناس. انا شخصيه اجتماعيه، ما بقدرش اعيش من غير بشر. ما بعرفش اعيش من غير ناس واصحاب وموهبتي وكتابه. يعني. صحيح بكتب وبرسم وبغني وبعمل حاجات كتير، بس في الوقت ده انت لا هتعرفي تتكلمي. بس انا يعني الوقت ده مش هتعرفي حتى تغني فيه. الوقت ده مش هتعرفي. فانا كنت منزعجه جدا، وانا بحب ارسم من زمان. أيوة. بس انا اهتميت قوي ان انا اهتم بمجال الفن بعد الكورونا، اني ترجمت معظم المشاعر والاحاسيس الخاصه بينا في الفتره دي بالرسم. وقلت اول معرض هعمله بعد الكورونا، واقول للناس انا في الفتره دي عملت ايه. ما انا في الفتره دي مش هقعد حزينه وخايفه ومكتئبه في البيت وما بعملش اي حاجه. لا انا هعمل اللي انا بحب. هقوم بابداع معين في حته معينه. فبدات ارسم نتيجه برضو احداث. يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه. يعني دايما في احداث معينه وفي معاناه وضغط هو اللي بيولد هذا، وهذا اللي بيشكل. صحيح. بالزبط. المراه. برافو عليك. لان صحيح. هي لان هي بتخلق من الفشل والعداء والشيء الغير طبيعي. صحيح. اللي ممكن تعيشه جمال. صحيح. طبعا الان احنا نشوف احد المعارض اللي عملتيها وبعض اللوحات.
فكلمينا احنا عن هذا المعرض. هو كان اول معرض عملته كان معرض حرير، كنت افتحه هو دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق، وكنت مبسوطه قوي لان هو زي ما قلت لك بعد فتره الكورونا، واحنا كجيلنا خلي بالكم ما كناش عايشين قبل كده ازمات الفيروسات والوباء. احنا اول مره اول مره يخنق احنا حد يجلسنا بالبيت غصبا عننا. بصي احنا عشنا حاجات كتير، حتى الثورات احنا جينا برده ما عاش الفترات دي في حياته. فلا انا كنت مبسوطه قوي ان بعد الازمه الكبيره اللي احنا تعرضنا لها من مخاوف دي قدرت اعمل معرض، وبعد كده بقى الثاني والثالث، كل سنه بقيت اعمل معرض. فكرتي انك تعملي معرض مشترك مع فنانين يمنيين؟ الله انا نفسي بقى، انا الخطوه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله لو سمحت يا استاذ رضوان، لانه هو اكثر واحد بيسالني ويشرفني بيعمل معارض، وفي معرض طبعا جديد بيفعله في بو اكثر من فنانه، يعني فنانات مختلفين يعني من مختلفين العرب بيكون اسمه استنوا بس اغش اسمه راح يا جماعه، هو بيكون ملتقى او صالون صالون ثقافي فني في من ضمن اليمنيين، بس في هو فقط سبا جلاس من اليمن، وفي مصر والعراق فلسطين تعاون عربي. فهنا يا رضوان احنا عندنا لو سمحت رساله مع ان ده طلب لازم ده انت والاستاذ مروان الخالد لانه هو الداعم لهذا المعرض. ان شاء الله احنا هنحضر وحنشوف اللوحات. لازم في عندي تساؤل يا جماعه، يعني ربما في مجالات كثيره دائما ما يكون الذكر هو الابرز، حتى اذا جينا نتكلم على ناحيه الفن التشكيلي ربما لو حنربط الفن دائما يقول لك تعرف مين الفن، يقول لك مثلا باولو بيكاسو مش عارفه مين. ليش المراه غابت عن الفن التشكيلي مثلا زمان من وجهه نظركم؟ بصي انا دائما اسمع اسماء ذكور رجال. بصي هقول لك حاجه، احنا طبعا احنا بنسمع اسماء رجال لان قامات الفن التشكيلي في فتره من الفترات او الناس اللي احنا اتعلمنا منهم كانت رجال. كان في الوقت ده ما كانش فيه سيدات كتير، واذا كان فيه سيدات كانوا بيرسموا بورتريهات وحاجات كده خاصه ما بتبقاش ليها علاقه بالابداع العام، يعني بالشكل العام او بالقضايا العامه او بالمواطن الجماليه اللي كنا بنحتاجها في فتره من الفترات. ده بس الموضوع، لكن خليني اقول لك برده ان معظم السيدات اللي بتبقى هاوية الفن التشكيلي وكده بتلاقي ان هي برضو بتاخدها رياح الحياة زي ما بيقولوا، وفكرة بقى انها بتبقى ام واسرة وابناء، فبتبتدي تقصر في بعض المعارض اللي بتشارك فيها يعني هتلاقيها شوية كده بتاخدها رياح الحياة. كمان الموضوع تجاري، يعني اصبحوا النساء مش قادرات يرسموا كذا كموهبة فراحوا للتجاري، يعني هذه واحدة من المشكلات اللي قالت لي هي هيفاء سباع وملل الشباب. حتى الرجال على فكرة يعانوا من نفس الموضوع ربما، لانه مش الكل حيبيع لوحاته باسعار. بصي هو بيبقى فيه بقى فكره ايجارات الجاليري اللي انت بتعملي فيها، كمان المواد اصبحت غاليه، مواد الرسم بقى عشان تجيبي حاجات ثلاث اضعاف بقى كل الحاجات زي كده. يعني هي قالت لي من قبل مثلا الحرب كان مثلا ربع الالوان 300 400 الان اصبحت ب 2000 حاجه، ولازم تجيبي حاجات مضمونه عشان تعيش معاكي اللوحه. طب يا جماعه احنا هنتكلم عن التحديات تسمح ربما للفنان بتجسيد الأفكار بتجسيد المشاعر من خلال أشياء بسيطة مثل الأشكال والألوان والريشة. صحيح، وعلى الرغم من التطورات الإيجابية ما زالت النساء يواجهوا بعض التحديات في هذا المجال. خلونا كذا نستعرض بعض هذه التحديات ونلقي نظرة على كيف يمكن للفن أن يكون وسيلة للتعبير والتغلب على هذه الصعوبات. صحيح، إذا معنا الرسامة التشكيلية هيفاء سباع، وحتكلمنا في مقطع فيديو ربما عن أبرز التحديات اللي تعاني منها كفنانة تشكيلية في بلادي. الصعوبات التي أواجهها بالنسبة لي، كنت محظوظة جدا لأني نشأت في أسرة متفهمة
أسرة محبة للفن، أسرة داعمة جدا، لا تفرق بين الولد والبنت، ليس هناك أي فرق، بالعكس وجدت تشجيع كبير، وهذا ما جعلني أقوى وجعلني أواصل مسيرتي، وبأنه ليس هناك أي عائق. واجهت فقط ربما القليل من المضايقات من المجتمع. طبعا شفنا الفيديو وشفنا هيفاء سبيع، وحابه اهنيها واهني على الجائزه الاخيره اللي لاقتها، وطبعا وحابه كمان اشكرها لان انا بصراحه ضقيتها باسئلتي، ومنها حابه كمان يعني اوجه تحيه كثير للفنانه تشكيله يمنيات سالقات، انه في كانوا رجال بس الان برزوا كثير، من كثير نساء، امل عبد السلام وامل فضل والطاف حمدي والدكتوره كمان امنه النصيري، بتعمل هنا كثير، بيعملوا كثير معارض، واذا في معارض بكلمك فيه. جمال جميل يعني ما بين الفن المصري والفن السيدات اليمني، السيدات مسيطراتهم بصراحه مسيطرين. فبجد في من التحديات اللي قالت لي هي هيفاء بعيدا عن الفيديو، انه اولا لما بداوا ينزلوا يرسموا جداريات في صنعاء، كان مثلا عدم في بعض صديقاتها قالت كان ما فيش تشجيع من الاهل، من الأهل فكانت بترسم بتروح مستاءة، يعني بتفرغ بذاك الوقت بس بتروح بتستاء مرة ثانية. كمان الوضع الاقتصادي زي ما يعني قلنا في البداية، معلش بوقفش في النقطة الأولى، مثلا ما فيش تشجيع من الأهل، هل هو مثلا هم رافضين، هل رافضين لأنه ما يدور بدخل مالي، لا بعيدا عن الامرأة وترسم في الشارع، هم مثلا أصلا رافضين في البداية، مثلا زي رسم الجداريات يا رضوى، أول ما بدأ فيه ولد اسمه مراد سبيع وفي عدن علاء روبل، كانوا رافضين اصلا انه البنات ينزلوا شيء، بداوا ينزلوا مثلا زي اوراس لانه زوجته ايناس فنزلت معاه، نزلوا بعض البنات مثل فريده ونسرين وامال، فبداوا شوي شوي يعني واحده تفاجات اللي مع اللي بس للاسف كان من ضمن حتى البنات اللي بينزلوا يرسموا كان بينزلوا وبيرجعوا بيحصلوا مضايقات من الحاره، من نسمع تعليقات ومعارضات. ايوه فهذا كان ازود على كلامك يا رندا، حاجه اللي انت بتقولي ده مهم جدا بس بصوره مختلفه في بعض الدول بقى، في دول كتير ومنها دولة اليمن. أعتقد برضو أن المرأة العربية بتواجه أزمة كبيرة جدا في موضوع الفن التشكيلي من ناحية التعبير، لأن في مواضيع كتيرة ممكن تكون تكاد تكون مواضيع جريئة شائكة، الست عايزة تعبر عنها برشتها، فتبتدي مثلا لو رسمت لوحة فيها جرأة ما، مشهد ما، أي حاجة ممكن تكون تعبر عن أزمة ما، برضو ما هي المشاكل والحاجات بتبقى بس أزمة مثلا تكون جريئة في الحتة دي، حساسة في الحتة دي، فيرفضوا إنها تيجي اللوحة دي من ست، يقول لك لو راجل كان رسم عادي ده احنا بنلاقيها مع انه النساء بيعبروا عنها افضل بكثير من الرجال، لا وبيشوفوا الفنانه اللي رسمه دي فنانه جريئه، بتبتدي بعد كده تواجه انتقادات ويشوفوها واحده مش بس الانتقادات كمان تهديدات. تهديدات يعني للاسف في اليمن وصلت صحيح لبعض الفنانات تهديدات بالقتل، والفن هو ما طبيعة المجتمع منغلق بس في مجتمعات اخرى ما اتوقع ان بس هقول لك حاجه يا سيدي، الفن في النقطه دي ما ينفعش يبقى فيه حدود، الفن يعني فن بلا حدود، عابر للحدود، وبعدين انت بطبيعتك بتعيشي ازمه ما، ما هي دي طبيعتك، فالطبيعه زي ما بنقولها بنترجم الفن بالطبيعه. طب افرضي انا عايزه، ليه دايما بتشوفي الست اللي بتيجي على ناحيه الخط الاحمر في موضوع ما لما تيجي تترجمه برشتها يتقال عليها مثلا ساقطه، يتقال عليها ملهاش دين، يتقال أيوة عليها بعيدة ملحدة. بعيدة عن الالتزام، ليه؟ لما هي أم على فكرة، وممكن تكون أم وممكن تكون زوجة وممكن تكون بنتك وممكن تكون، ما هو كل حد فينا ممكن بي 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 بيعبر بأزمة ما، فمش هيك أبدا ما تتكلم، الآن مش متقبل إن المرأة ممكن تتكلم في مواضيع جريئة وتعبر عن هذه المواضيع الجريئة وتعبر عنها كده، يعني توضح بصوره بصدمه، عارفه فكره ايه؟ احنا بندفن راسنا في الرمله، المجتمع العربي كله بيحب قوي يدفن راسه في الرمله، ما بيحبش يرفع راسه ويقول انا عندي ازمه ما في مشكله ما، ويصدرها للناس، لازم تسطر الازمه، ايه المشكله؟ ان الازمه لولا الازمه ما كانش بقى في حل، هو اصلا الحلول بتكون بالصدمات، لو ما في صدمه ما بيلاقيش حل، والاعتراف بالاول، الاعتراف انه في مشكله، يعني تقبل ده اول علاجك بالظبط، ده اول علاجك. هذه التحديات زي ما قالت سالقه بشويه، الوضع الاقتصادي انه في كثير من مثلا لو نقول على المصورات اصبحوا ما يصوروش مثلا في الشارع، اتجهوا لقاعات الاعراس لانه المدخول فيها اكبر، يعني يقال انه الفن ما بياكلش عيش، يا بس فعلا كده يعني فلازم يكون عندك مشروع
عشان تقضي البزنس حاجه والفن حاجه. بس عايزه اقول لك ومعظم السيدات انا بشوف ان السيده في اي مجال فعلا بيبقى حبها للمجال بتاعها ان فكره تحقيق الهدف والذات والاسم، ما بتبصش للماده والكسب غير الراجل خلي بالك في بعض الامور. لا فعلا يعني هتلاقي مثلا الفنان والمزيكاتي ومش عارف ايه معظمهم والفنانين تشكيل معظمهم بيبقوا في كده ستيبس معينه في الاهداف. لا انا لازم اكسب وافتح بيت فبتلاقي حته وقع كده. الست لا الاول هدف عندها اول تارجت اللي بتحبه اللي بتحبه تعمله صح. وتثبت نفسها هي الاول وبعدين تبتدي تبني. هالشي حلو ان المراه تكون متصله بطاقه الانوثه تبعها طبعا ايه العطاء بقى ايوه فكره العطاء حتى في الست تعطي الجمال بالظبط يعني غير الرجل انه مهتم بالاشياء اللي تدخل المدري ايش والمسؤوليه فشيء حلو يعني بالظبط. ومن ضمن يا جماعه الصعوبات اللي تعرض لها يعني الفنانه في هذا المجال زي ما قلتوا من قبل ربما انه صارت الامور غاليه أيوة. الاشياء غاليه هذه اللي صحيح. وفي نفس الوقت ما تلاقي جدا. الجمهور اللي ممكن انه يتذوق هذه اللوحه لدرجه انه يدفع فيها كثير. ما يعوضها ايوه كثير بس هتلاقيها شريحه معينه قليله قليل جدا وفي قليلة. كل دوله هتلاقي ناس قليله جدا وبعد الازمات اللي حصلت والاحداث والحاله الاقتصاديه في معظم الدول لا هتلاقي اولوياتهم حاجه ثانيه مش صحيح. مش اقتناء بقول لك هذا مش وقته مش اقتناء فعشان كده احنا وصلنا للاسف لنهايه الحلقه ده حقيقي كيف حبيت لكم هيك كده عليهم يعني الحلقه حلوه ايوه لانك موجوده معنا رضوى بجد ما توقعش انها تخلص بهذه السرعه والله ولا انا سعيده معاكم قوي بجد ونقول نهايه الحلقه يا جماعه مع السلامه الفنانات التشكيليات انا واحده منهم وبقول ان احنا بنواجه حاجات صعبه جدا 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 في حياتنا مش عيب ابدا ان انت تترجمي مشاعرك واحساسك والظروف اللي انت بتعيشيها والمشكله اللي عايزه تحليها عن طريق رشتك ارسمي وعيشي واحلمي وابدعي لاخر حد لاخر نقطه كده في حياتنا او اخر خط كده في الحياه سنظل مبدعات ان شاء الله طبعا اول حاجه انا حابه اقول لصديقاتي اللي هم يعني فنانات وبهذا المجال انا فخوره جدا فيكم انكم قدرتم توصلوا مشاعركم وقضايانا كلنا كنساء يمنيات او عربيات بهذه الطريقه الجميله وقدرتم تثبتوا للعالم انه نحن هنا موجودات يعني في كثير من اليمنيات مش داخل اليمن بس في مصر في بامريكا في هولندا في اكثر من دوله أوروبية وعربية اشتهروا اليمنيات ولاقوا جوائز بهذا المجال وكفاية انهم بيعبروا فعليا عن قضايا جدا حساسة وبيواجهوا مجتمع يعني مش حابة اقول انه ما يتقبلش المرأة بس للأسف ما يتقبلش وجود المرأة فكيف انه يتقبل وجود امرأة فنانة وبتعبر على هذه القضايا بريشتها زي ما بيقولوا وبهذه الجراءة زي ما هو يشوفها جراءة ورسالتي انه استمروا بهذا الشيء وانا كرندا داعمه جدا لكم واي حد يزعلكم قولوا لي وانا له بالمرصاد. اولا احب اقول انه الرسم وسيله تشافي صحيه لاي جروح ولاي منغصات او لاي مشاكل تعاني منها المراه فربما على وجه الخصوص اخص بذلك تجربتي في فتره من الفترات يعني كنت أحس ببعض المنغصات لما الإنسان يكبر في مرحلة معينة تبدأ تفتح عينه على الواقع فكنت أحس ببعض التضييقات يعني على المرأة في المجتمع اللي إحنا فيه في اليمن فترجمت ذلك بلوحة كانت عن امرأة وجهها يعني عليها البؤس وألوان معينة مثل اللون البني وقيود حول رقبتها فلما رسمت هذه اللوحة حسيت بقوة تشافي فظيعة حسيت أني هذا الشعور السلبي بدا يعني ينزل شوي شوي ينزل مني رغم انه هذا الموضوع لم يتغير وما زالت المراه تعاني من التضييقات فرسالتي لكل امراه انها تعبر لا تخاف من التعبير عن مشاعرها تعبر بقلمها وبريشتها وبالالوان تطلق صرخه ولكن صرخه سلميه وصرخه فنيه ربما عن طريق هذا تستطيع ان تتشافى داخليا وان توصل رساله للمجتمع وربما نبدأ يعني في حلحلة هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها.